سينا البارح مع من غادي نهضر؟ لمن غنوجه الانتقاد ديالي؟ حتى واحد ما تبناها، حتى اللي دخلوا لها كيظهر خرجوا منها. اذا هي مجهوله. انا بغيت غير نتعاطف مع دوك المواطنين اللي جاوا، نقول لهم اخوتي انا غير على بحالكم راني كنضر. الى جيتي انت ضدي فهمتيني ولا لا؟ عن حق انا قابل. الى غير تلعبوا بكم شي وحدين انا مسامحكم، لان انتم ما درتي والو. بغيت نقول لكم اليوم انتبهوا، رانا غير واحد منكم اللي لعب عليكم حتى في مسيره، ربما ما عطاكمش داكشي اللي اتفقوا معاكم عليه، بحال اللي قال واحد الدري في الشريط، قال جينا على 100 درهم ما عطاكمش 100 درهم، ربما ما عطاكمش حتى الغدا مزيان، والعربون باين. كانوا الناس كانوا هادو الناس كانوا واضحين معاكم. نهار 7 اكتوبر غادي تمشيو تصوتوا، ما غيلزمكم حتى واحد، ما غيدخل معكم حتى واحد لي زوروار. اولا سيروا صوتوا، صوتوا على من ما بغيتوا، يعني سيروا صوتوا. ثانيا ردوا البال، راه ماشي قضيه عبد الاله بن كيران ولا ماشي عبد الاله بن كيران، قضيه شنو بغيتوا للحكومه ديالكم. بغيتوا واحد الحكومه اللي عندها الكبده عليكم، راكم كتعرفوا الاحزاب اللي كتمثل لكم حقيقه واللي عندها الكبده عليكم. بغيتي واللي كيدير لي تور دو ماجي، وتيتحكم في القنوات، وتيقول لك حلا بيضاء والبيضاء كحلا. صعيب عليا المغاربه باش انا نوعيكم كاملين، لا بد تبذلوا مجهودكم توعى. انا كنهنيكم لانه على حساب المعلومات اللي عندي كانت التعبئه كبيره، العدد اللي جاء كان قليل، ولكن انتم كمواطنين انا ما وهذا الشيء هذا راه ماشي جديد.